بقول لي تكن سين هذه المصفوفة صاد هذه المصفوفة، جد إن أمكن سين في صاد وصاد في سين. أول شيء خلينا نوجد نشوف سين في صاد ممكن ولا مش ممكن. شو رتبة المصفوفة سين؟ أول شيء نكتب رتبة المصفوفة اللي راح تكون عبارة عن كم؟ صف اثنين ثلاث، إذا ثلاث ضرب اثنين. يلا رتبة المصفوفة صاد صف اثنين صفين في ثلاثة أعمدة. اشطب هاي مع هاي، نعم متساويات عدد الأعمدة يساوي عدد صفوف، نعم. إذا الجواب راح يطلع ثلاثة بثلاث. إذا أول شيء بعمل نموذج لمصفوفة ثلاثة بثلاث، هيك ثلاثة بثلاث، صف اثنين ثلاث عمودين، هيك صار عمودين عندي، وهاي ثلاث أعمدة. هو صراحة ما في داعي تعمل هذا اللي أنا بسويه، بس الواحد بيرتبها هيك لأول مرة خصوصا عبين ما تتعود على عملية الضرب، أنا بسويها شفوية. الآن طلع كيف راح نضرب؟ راح نضرب الصف الأول في العمود الأول، هيك الصف الأول في العمود الأول. يلا نعملها شفوية، اثنين ضرب واحد اثنين، زائد أربعة ضرب سالب واحد سالب أربعة، اثنين ضرب واحد اثنين، أربعة ضرب سالب واحد سالب أربعة، اجمعهم بطلع سالب اثنين. إذا هون سالب اثنين، هاي أول واحدة خلصناها، فيش داعي نعمل هيك، خلاص نكتب هون سالب اثنين، بس أنا يعني شلتها عشان أحط مكانها هاي. يلا الآن نرد نكمل، خلاص هاي خلصناها. هسا شو بدنا نسوي؟ نرد نعمل عملية مرة ثانية، الصف الأول في العمود الثاني، والجواب راح نكتبه في هذا المكان. يلا اثنين في اثنين أربعة، زائد أربعة في صفر صفر، إذا الجواب أربعة. إذا هذا راح نمسحه كليات ونحط مكانه إيش؟ أربعة. يلا اللي وراها راح نمسك الصف الأول راح نضربه في العمود الثالث، يلا ونطلع الجواب. اثنين في صفر صفر، زائد أربعة في ثلاثة اتناش، إذا الجواب راح يطلع اتناش. إذا هون راح نكتب اتناش، هاي تمت ايش؟ خلصنا اول صف. الان رد نعيد نفس الكلام عمين على الصف الثاني. يلا دور مين هسه؟ دور الصف الثاني. بدنا نكمله هيك، نضرب اول مره في العمود الاول ثم في العمود الثاني ثم في العمود الثالث. يلا نسويها بسرعه، ثلاث في واحد ثلاث، زائد سالب واحد في سالب واحد واحد، بيطلع جواب اربعه. اذا هون امسح وحط اربعه، هاي خلصنا اول واحد. يلا اللي وراها، ثلاث في اثنين ستة، زائد سالب واحد في صفر صفر، بيطلع الجواب ستة. إذا هون أحط ستة، يلا هاي خلصت. اللي وراها راح نضرب اللي هي ثلاث في صفر صفر، زائد سالب واحد في ثلاث سالب ثلاث، بيطلع الجواب سالب ثلاث. إذا هون بنحط سالب ثلاث، هاي خلصت. أنا بشوف اللي شاطر فيكم يعملها بدون ما نعمل كل هالتفاصيل. يلا سدور مين؟ دور الصف الثالث. رح نضرب أول مرة في العمود الأول ثم في العمود الثاني ثم في العمود الثالث. يلا صفر في واحد صفر، واحد في سالب واحد سالب واحد، إذا هون رح نحط سالب واحد. صرت أسوي بسرعة، خلني نمسح هذول كلهم عشان بسرعة نحط الإجابات. يلا صفر في اثنين صفر، واحد في صفر صفر، إذا هون صفر. يلا صفر في صفر صفر، واحد في ثلاث ثلاث، اجمعهم بطلع ثلاث، هذا هو الناتج. طب الآن خلينا نشوف لو بدنا نعمل صاد في سين. الترتيب هون مهم ترى، لما تقول صاد في سين معناته صاد هي اللي راح تكون في الاول. شو رتبة صاد؟ طلع هاي صاد في سين، صاد شو رتبتها؟ رتبتها اثنين في ثلاث، هيا صفين ثلاث اعمدة. رتبة سين واحد اثنين ثلاث، ثلاث في اثنين، ثلاث في اثنين، عدد الأعمدة في الأولى يساوي عدد صفوف الثانية، نعم. إذا ممكن إجراء الضرب هون. إذا في هذه الحالة راح يطلع الناتج معاي صاد في سين، هاي يعني طلعناها سين في صاد. هسا بنعمل صاد في سين، إذا راح تكون رتبتها إيش؟ اثنين باثنين. راح نضرب في هذه الحالة يعني مشان ما نتخربط، اكتب السين على الجهة اليسار هيك. أوكي. وبعدين إيش تسوي؟ يعني خلينا نكتبها هون فوق عشان ما انتوه، نعيد كتابة المسألة فوق عشان ما انتوه. رح نكتب صاد بالأول اللي هي واحد اثنين صفر، بعدين سالب واحد صفر ثلاث، رح أضربها في سين اللي هي اثنين
أربعة ثلاث سالب واحد صفر واحد حتى ما أتوه. الآن طلع كيف راح أسوي، راح أمسك الصف الأول أضربه في العمود الأول هيك، لأن ترتيبه هنا مهم. يلا أضرب واحد في اثنين اثنين زائد ستة اللي هي اثنين بثلاث، اثنين زائد ستة ثمانية وذاك صفر، إذا هاي الأولى ثمانية. يلا الصف الأول في العمود الثاني هيك، واحد في أربعة أربعة ناقص اثنين هي اثنين في سالب واحد وصفر زائد صفر، أربعة ناقص اثنين اثنين، إذا هون راح نحط اثنين. يلا خلصنا الأولى. الآن الصف الثاني في العمود الأول سالب واحد في اثنين سالب اثنين، صفر في ثلاث صفر، ثلاث في صفر صفر، إذا هون سالب اثنين. يلا الصف الثاني في العمود الثاني اللي هي سالب أربعة زائد صفر اللي هي صفر في سالب واحد زائد ثلاث، شو بيطلع عنا؟ بيطلع عنا سالب واحد. هذه النتيجة. هل الإجابتين متساويتين؟ الجواب لا. إذا هل عملية الضرب على المصفوفات تبديلية؟ الجواب لا، وهذا مثال عليها. يمكن استخدام ضرب المصفوفات لتمثيل نظام المعادلات. هذول المعادلات الخطية اللي كنا نأخذهم زمان ونسوي نحلهم بالحذف والتعويض كويس وبالرسم البياني، بإمكاننا كمان نحلهم بطريقة أخرى اللي هي بطريقة إيش؟ المصفوفات. كيف طريقة المصفوفات؟ طلع كيف. بقول إنه أنا عندي هاي المعادلة الأولى برتب السينات تحت بعض، الصادات تحت بعض، الثوابت تحت بعض اللي هما بعد اليساوي. فبدي أعمل مصفوفة بسموها مصفوفة المعاملات. طلع كيف راح أكتبها؟ اللي هي ثلاث سالب اثنين أربعة واحد مضروبة في المصفوفة سين صاد اللي هي المجاهيل. الجواب طالع المصفوفة سالب ثلاثة وخمسة. فأنا مطلوب مني أعرف كم لازم تكون سين وصاد حتى لما أضرب المصفوفة ألف في مصفوفة المعاملات اللي هو خلنا نسميها صاد بيطلع الجواب المصفوفة باء. هيك صار السؤال. هذا اللي إن شاء الله راح نتعلمه، كيف إحنا ممكن نحل نظام من المعادلات سواء كانت بمتغيرين أو بثلاث متغيرات أو أكثر، وطبعا نظريا ممكن إن شاء الله بعشرة يحل لك إياها عن طريق المصفوفات. وهذه الطريقة اللي بيستخدموها مبرمجين الحاسوب لحل هذه الأنظمة.